مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة نقدمها لكم عبر شاشة قناة الظفرة. أهلا بكم. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الفضاء العالمي الذي تنظمه وكالة الإمارات للفضاء في فندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي صباح اليوم، والذي يستمر على مدى يومين. وحضر الجلسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي الدكتور عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، إلى جانب عدد من المسؤولين وصناع القرار في قطاع الفضاء الوطني والعالمي الذين يشاركون في أعمال المؤتمر. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في فندق سانت ريجيس في جزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي قبل ظهر اليوم نخبة من علماء ومديري مراكز الفضاء في عدد من الدول الشقيقة المشاركين في أعمال مؤتمر القضاء العالمي والمنعقد حاليا تحت رعاية سموه. وقد رحب صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، وسعادة الدكتور خليفة محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي. رحب بالعلماء العرب في بلدهم الثاني متمنيا لمؤتمرهم النجاح في أعماله والتوصل إلى توصيات ونتائج طيبة تساعد في دفع عجلة برامج الفضاء الإماراتية والعربية التي تخدم خطط التنمية في الوطن العربي وفتح آفاق جديدة للشباب العربي للمشاركة في هذه البرامج ويفجر طاقاتهم ومواهبهم في قطاع علوم الفضاء الذي يحتاج إلى كفاءات عربية مبدعة وذات خبرة ودراية بهذا القطاع الحيوي الذي بات يشكل عنصرا مهما وفاعلا في مسيرة التنمية على مختلف الصعد العلمية والتعليمية والاقتصادية والسياحية وغيرها من المجالات. كما ودع سموه صناع القرار والجهات المعنية في الوطن العربي لتفعيل التنسيق والتعاون وبناء شراكات عربية في مجال علوم الفضاء والعمل بشكل جماعي لتحقيق المآرب والأهداف القومية في التقدم واللحاق بركب الدول المتقدمة وبالتالي الدخول في التنافسية بجدارة وكفاءة عالية. تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ويرافق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي معرض علوم الفضاء المصاحب لمؤتمر الفضاء العالمي المنعقد في العاصمة أبوظبي. وقد اطلع سموه على ما تعرضه الجهات والدول المشاركة في المعرض في مجال الابتكارات والبرامج الفضائية التي تقوم بها مراكز الفضاء والمؤسسات المتخصصة في نحو 30 دولة عربية وأجنبية بما فيها دولة الإمارات. كما وتوقف سموه خلال الجولة عند جناح وكالة الإمارات للفضاء واستمع من القائمين عليه إلى البرامج والمبادرات التي تطلقها الوكالة في قطاع علوم الفضاء وآخرها مبادرة عام الخير تحت عنوان شهداؤنا نجوم يضيئون فضاؤنا لن ننسى تضحياتهم. ثم عرج سموه ومرافقوه على جناح مركز محمد بن راشد للفضاء وجناح المملكة المتحدة وجناح اليابان الذين يعتبران من أكبر منصات العرض في المعرض الذي يستمر لمدة يومين. شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله جانبا من فعالية طواف دبي العالمي للدرجات الهوائية في دورته الرابعة. وقد تابع سموه وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي السباقة في مرحلته الأولى، واطمأن إلى سلامة المشاركين الذين انطلقوا صباح اليوم بدراجاتهم من مقر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية. هذا وأبدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إعجابه وتشجيعه لمثل هذه المنافسات الرياضية التي يشارك فيها رياضيون من دولة الإمارات جنبا إلى جنب مع رياضيين محترفين من دول العالم، ما يتيح لشباب الدولة الفرصة للاحتكاك المباشر مع نظرائهم من أنحاء العالم
إضافة إلى اكتساب الخبرة المتبادلة فيما بينهم وصقل مواهبهم وطاقاتهم البدنية والفكرية. وأكد سموه أهمية الرياضة بكافة أنواعها وألوانها في حياة الإنسان كي يظل يتمتع بجسم سليم وصحي ومعافى، ويضمن شيخوخة غير معتلة ومفعمة بالحيوية والحركة والنشاط. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة بإمارة أبو ظبي بسعادة سعادة فلاح محمد فلاح جابر الأحبابي. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة الدكتور عبد الله حسن غريب البلوشي والدكتور سيف سلطان الناصري وحمد خليفة محمد شاهين المرر وممثل عن جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل، إضافة إلى ممثل عن القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مكتبه في الديوان الأميري اليوم سعادة كاملش براكاش سفير جمهورية فيجي الذي قدم للسلام على سموه بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة. وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون وسبل توطيدها بين البلدين وتبادل الأحاديث التي من شأنها أن تعزز تلك العلاقة المتميزة بين الجانبين، وذلك في العديد من المجالات إضافة إلى بحث فرص الاستثمار بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفيجي. وأعرب سعادة سفير فيجي عن سعادته بلقاء صاحب السمو حاكم عجمان مشيدا بمكانة وعمق العلاقات الثنائية وبما تشهده دولة الإمارات العربية المتحدة عامة وإمارة عجمان بصفة خاصة من نهضة حضارية شاملة في القطاعات كافة. ثمن صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة فوز 2 من ضباط القيادة العامة لشرطة الفجيرة بوسامين ضمن الدورة الرابعة لعام 2016 لجائزة محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الرميلة اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة والعميد أحمد محمد كاسب الحمودي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين الفائز بوسام رئيس مجلس الوزراء كأفضل رئيس مركز خدمة، والملازم حليمة عبدالله المطروشي الفائزة بوسام رئيس مجلس الوزراء كأفضل موظف في المجال الإداري، وكذلك المساعد أول سالم مصبح الزحمي المتأهل ضمن القائمة المختصرة كأفضل موظف خدمة. هذا وبارك صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي للفائزين مؤكدا سموه أن المحافظة على الاستمرارية في التميز والنجاح أصعب من الوصول إليها، كما أشار سموه إلى أهمية التميز في العمل الحكومي حيث باتت وزارة الداخلية بشكل عام وشرطة الفجيرة بشكل خاص في قمة هرم التميز لما تقدمه من خدمات متميزة والسعي الدائم لنيل رضا الجمهور والمجتمع. ومن جانبهم أعرب الفائزون عن عميق شكرهم لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي على دعمه وتشجيعه الدائم وتحفيزه المستمر على العطاء والتميز. أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، أصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة نادي الشباب الرياضي العربي برئاسة سعادة سامي أحمد ضاعن القمزي وعضوية كل من سعادة خالد عيسى أبو حميد ومحمد مطر المري وجمال حامد المري ويوسف أحمد بن غليطة ومحمد حسن الشحي وفارس محمد المطوع وخليفة عبد الله حارب وعمر حمد بوشهاب، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتمديد. كما حدد القرار آلية عقد اجتماعات مجلس الإدارة والتقارير الدورية ويلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. إلى إمارة الشارقة حيث ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي اليوم في مكتب سمو الحاكم اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الحكومية الهامة ودراسة الخطط والمشروعات المستقبلية بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين والقاطنين على أرض الإمارة. وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة اطلع المجلس على التقرير المقدم من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية حول تثبيت محطات رصد جودة الهواء في إمارة الشارقة.
وفي إمارة عجمان ترأس سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي اليوم في ديوان الحاكم جلسة المجلس الأولى لعام 2017. حضر الجلسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان لشؤون الإدارية والمالية نائب رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية عضو المجلس التنفيذي، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط عضو المجلس التنفيذي، وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. ورحب سمو رئيس المجلس في بداية الجلسة بأعضاء المجلس، كما هنأهم بمناسبة حلول العام الجديد، وطالبهم بالمزيد من الجهود والتفاني والإخلاص لتطوير العمل في سبيل خدمة مجتمع الإمارة. كما هنأ سموه منتسبي وزارة الداخلية الذين تم ترقيتهم مؤخرا، ودعاهم إلى الإخلاص في أداء الواجب وبذل المزيد من العطاء والتفاني لخدمة وطنهم. وأشاد سمو ولي عهد عجمان بمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتخصيص عام 2017 عاما للخير، مؤكدا أنها مبادرة عظيمة في مضمونها، وتهدف لتوفير الخير للإنسانية والعالم أجمع من دولة الإمارات التي جادت قيادتها وشعبها بالخير في كل الأوقات لتمنح العيش الكريم والسلام. شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القيوين اليوم الحفل الختامي لجائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية في دورتها التاسعة، وذلك في المركز الثقافي في إمارة أم القيوين التابع لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة. ولدى وصول سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى عزف السلام الوطني لدولة الإمارات، تبعه تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. هذا ورحب الشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلى رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلى للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية في كلمته بالحضور في الحفل السنوي لتكريم كوكبة من الفائزين في المسابقة الكبرى للقرآن الكريم، مشيرا إلى أن الجائزة أنشئت لخدمة كتاب الله تعالى وربط الأجيال المسلمة بهذا الكتاب العزيز، وذلك من خلال إقامة الأنشطة والبرامج والمسابقات القرآنية التي تهدف إلى تنشئة جيل قرآني متميز يساهم في نهضة ورقي المجتمع. حضر الحفل الشيخ خالد بن راشد المعلى رئيس الديوان الأميري في أم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلى نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلى والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلى رئيس دائرة التخطيط والمساحة في أم القيوين، إلى جانب عدد من مدراء الدوائر المحلية والاتحادية في الإمارة. أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية أن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله تخطو بثقة نحو استشراف المستقبل وإرساء ركائز الاستدامة ضمانا لأجيال الغد. وقال سموه إن الدعم الكبير الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لترسيخ نهج الاستدامة قد أثمر عن نشوء قطاع متكامل يتيح إمكانات واعدة للنمو من خلال مبادرات مثل مصدر التي تركز على تعزيز الابتكار والتقنيات النظيفة وتسخيرها لتأمين أنماط حياة أفضل للمجتمع في دولة الإمارات. كما أشاد سموه بالفيلا المستدامة في مدينة مصدر، منوها بأن هذا المشروع يعد خطوة مهمة ومتقدمة في مجال التطوير العمراني المستدام ونقطة تحول في مجال تصميم وبناء مدن المستقبل. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه اليوم للإطلاع على نموذج الفيلا المستدامة في مدينة مصدر، يرافقه عدد من سمو الشيوخ والمسؤولين. بدأت أعمال الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي 16 للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة معالي الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضر معالي سلطان المنصوري وزير الاقتصاد ونجلاء محمد العور وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي عهود خلفان الرومي وزيرة الدولة للسعادة، ومعالي نورة محمد الكعبي وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي. هذا ووقف أعضاء المجلس وجميع الحضور في بداية الجلسة دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن الذين استشهدوا في أفغانستان أثناء أدائهم عملا إنسانيا بإغاثة الملهوف والتخفيف من آلام البشر ضمن برنامج دولة الإمارات لدعم الشعوب في كافة أنحاء العالم.
هذا وأصدر المجلس عددا من التوصيات في شأن سياسة التعليم العالي والبحث العلمي، أهمها إعادة النظر في الرواتب والبدلات والحوافز لأعضاء هيئة التدريس والعاملين في قطاع التعليم العالي، واستحداث نظام وطني بديل موحد لاختبارات القبول والتخريج، ووضع خطة لإعداد وتطوير برامج المعيدين المواطنين لتغطية الاحتياجات للتوظيف. كما شملت التوصيات استحداث آلية لاستيعاب كافة الطلبة خريجي الثانوية الراغبين في استكمال دراستهم في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات حكومية مركزية لاحتياجات سوق العمل حاضرا ومستقبلا، وربط هذه القاعدة بكل مؤسسات التعليم العام والعالي، وضرورة الالتزام بميثاق اللغة العربية باعتبارها مطلبا أساسيا في تنمية القدرات اللغوية. أكد أو قال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال ترأسه اجتماع مجلس إدارة المركز للبحث في ملامح الاستراتيجية المحدثة والمبادرات التي اقترحها الشركاء الاستراتيجيون. قال إن هدف المركز اليوم ليس التعريف بأهمية ماهية الاقتصاد الإسلامي بقدر ما هو تبيان لأثره الاقتصادي التنموي وانعكاس لهذا الأثر على الواقع الاجتماعي، وكيف يتحقق هذا الأثر التي يجب البدء بوضع الإطار الهيكلي لهذا النظام الذي يشمل منظومات متكاملة من التمويل والإنتاج والاستهلاك، والتي يجب أن تأتي جميعها منسجمة مع الأهداف الإنمائية للألفية الثالثة، خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد والحكمة في استغلالها، إضافة إلى الحفاظ على استدامة البيئة والحرص على شمولية نتائج التنمية وعدالتها. بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري ووزير الاقتصاد وسعادة يوركي كاتاينين نائب رئيس المفوضية الأوروبية لشؤون الوظائف والنمو والاستثمار والتنافسية سبل تطوير الروابط الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الجوانب المستهدف تعزيزها في إطار التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة. حضر اللقاء سعادة عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، وسعادة باتريسيو فوندي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى الدولة. وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي والمستندة على روابط تاريخية مشتركة. ترأست معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في مؤتمر القمة الإفريقية 28 التي انطلقت يوم أمس بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. حضر حفل افتتاح القمة رؤساء الدول والحكومات 54 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي الإفريقي كما حضرها عدد من ضيوف الشرف بما في ذلك الأمين العام للأمم المتحدة أنتون وير غوتيريس والرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس كوبا سلفادور فالديس ميسا ورؤساء المنظمات الدولية والإقليمية وممثلي المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام وغيرهم. وفي هذا الصدد التقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي على هامش مؤتمر القمة الإفريقية 28 والمنعقدة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا فخامة الدكتور مولاتو تيشومي رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك بالقصر الرئاسي. وأعرب الرئيس الإثيوبي خلال اللقاء عن رغبة بلاده في تطوير علاقات التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، وعن تقديره للجهود التي بذلتها دولة الإمارات وشركاء آخرين من أجل تعزيز وترويج الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا. من جانبها أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي لفخامة الرئيس الأثيوبي التزام دولة الإمارات بتعزيز العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل وتطوير روح التعاون لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.
هذا والتقت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة وفد دولة الإمارات إلى القمة الإفريقية في أديس أبابا، معالي سام كوتيسا وزير خارجية جمهورية أوغندا. وبحثت معاليها خلال اللقاء مع الوزير الأوغندي العلاقات السياسية والاقتصادية الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تطويرها، بما في ذلك تبادل الزيارات والخبرات وتسريع التوقيع على الاتفاقيات العالقة. وأشارت معاليها إلى الأهمية التي توليها دولة الإمارات لتعزيز تعاونها مع أوغندا، وخاصة في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية. وكذلك في السياق ذاته بحثت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي رئيسة وفد الدولة إلى القمة الأفريقية في أديس أبابا اليوم مع معالي دينيغ ألور وزير خارجية جمهورية جنوب السودان، سبل تطوير العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك. وأكدت معاليها اهتمام دولة الإمارات بتطوير العلاقات الثنائية مع جنوب السودان، وخاصة في القطاعات الاقتصادية وكذلك الاستثمارية. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف المركز الثقافي الإسلامي في مدينة كيبيك الكندية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من المصلين. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها اليوم موقف الإمارات الثابت تجاه نبذ العنف والإرهاب بصوره وأشكاله كافة، والداعي إلى تعزيز التعاون الدولي وتضافر الجهود لاجتثاث هذه الآفة الخطيرة من جذورها والتي تهدد أمن واستقرار جميع دول العالم. وأعربت الوزارة عن تضامن الدولة ووقوفها إلى جانب الحكومة الكندية فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، إضافة إلى سلامة مواطنيها. وعبرت عن خالص تعازيها إلى الحكومة والشعب الكندي ولأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. إلى الشأن اليمني، حيث بدأت قوات التحالف العربي والمقاومة الشعبية اليمنية معركة برية بغطاء جوي من أجل تطهير مديريتي ميدي وحرض اليمنيتين الواقعتين قبالة محافظتي الموسم والطوال التابعتين لمنطقة جازان في المملكة العربية السعودية من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، وسط معارك عنيفة تخوضها قوات الرمح الذهبي التي تتصدرها القوات المسلحة الإماراتية، وأغارت على جبل النار على أطراف المخا لطرد الإنقلابيين منه، بينما قصف الحوثيون مقر الأمم المتحدة في السعودية بعدد من الصواريخ. وأوضح عدد من الشهود أن الحوثيين زرعوا ألغاما متعددة في مواقع مختلفة على الطرق البرية المؤدية لميدي وحرض، في محاولة منهم لإعاقة قوات التحالف من التقدم، ولكن استطاعت قوات التحالف من خلال ما تملكه من آليات عسكرية إبطال تلك الألغام والوصول إلى أطراف ميدي في انتظار الخطة الجديدة للتقدم، كما استطاع طيران التحالف تدمير ما لا يقل عن 4 مدفعيات خبأتها الميليشيات الحوثية أسفل كثبان رملية خلف مديرية ميدي. واستكمل طيران التحالف قصفه بعدما استهدف مخزنا للذخائر وعدد من إمدادات العسكرية التابعة للميليشيات، حيث كانت متجهة إلى مديريتي ميدي وحرض. وكما قصفت مروحيات الأباتشي السعودية محاور عدة، خاصة من خلال استهدافها لقناصة الميليشيات، مع استمرار قصف مضادات للطائرات داخل ممرات الأودية، وهي التي حاولت الميليشيات إخفاؤها بعيدا عن تقنيات الكشف لدى التحالف. في الشأن الاقتصادي، ننظر نظرة سريعة إلى إغلاقات الأسواق المالية الإماراتية في ختام تعاملاتها لهذا اليوم.
إلى الشأن الرياضي، انطلقت اليوم نسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وينظمه مجلس دبي الرياضي بمشاركة 128 دراجا ينتمون إلى 16 فريقا من مختلف أنحاء العالم. وتشهد النسخة الرابعة من الطواف العديد من التحديثات، أهمها زيادة مراحل الطواف إضافة إلى زيادة المسافة الإجمالية التي سيقطعها الدراجون. وفي حالة الطقس نلقي نظرة سريعة إلى آخر درجات الحرارة العظمى والصغرى ليوم غد الأربعاء بمشيئة الله. نهاية نشرة الأخبار قدمناها لكم عبر شاشة قناة الظفرة، نشكر لكم كرم وطيب المتابعة، نتمنى لكم يوما سعيدا في أمان الله.